بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا اليوم المبارك اجتمعنا في مجلس مقاطعة النارة من أجل تدرس واحد المجموعة ديال النقاط في إطار دورة استثنائية في الحق اللي كنا غادي نبرمجوا فيها غير واحد المجموعة ديال يعني في المالية واحد المجموعة ديال الفائض اللي كان خصنا أننا نبرمجوه باش تيسر لنا أننا ندوزوا واحد المجموعة ديال الصفقات اللي يمكن أننا تستفز منها مقاطعة ديال النارة. فكانت عندنا واحد تقريبا واحد 500 مليون ديال الدرهم كانت خصنا نبرمجوها قبل ما تنصار من المدة، وارتأينا أننا ما نجيبوش نقطة فريدة، فأننا نناقشوا واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي كانت واردة على مجلس مقاطعة ديال المنارة من طرف واحد المجموعة ديال المستشارات أستاذة إيمان الهلالي وفايزة وزات. فبرمجنا موضوع ديال الوضعية النظافة داخل مجلس مقاطعة المنارة، تدرسنا الاشغال داخل مجلس مقاطعة النارة، تدرسنا وضعية الإنارة العمومية داخل مجلس مقاطعة النارة، تدرسنا كذلك وضعية النقل العمومي داخل هذه المقاطعة. فكان نقاش جديد مستفيد على اعتبار أن هذه النقاط هي نقاط كلها كتصب في يعني في الاهتمامات ديال المواطنين، واللي المواطنين بغاو يعرفوا المستجدات في هذا الموضوع. فمشكورين الإخوان والأخوات والسيد السادة والسادة المستشارين والمستشارات على الالتزام ديالهم والوفاء ديالهم للتعاقد ما بينهم وبين المواطنين، واللي جاوا بحرقة وبمرارة. وما ننساش النقطة المهمة جدا اللي كانت حقيقة ترناها، وكان مجلس مقاطعة النارة أنه تيلح على أخذ بالمجريات ديالها، هو تصميم تهيئة المحامي الجنوبي اللي خصو يتعاد فيه النظر، وخص أنه المرافق ترجع لمالها. كاين واحد المجموعه ديال المرافق تما، كاين واحد المجموعه ديال هذا اللي يمكن قريب يتسالي التصميم تهيئه ومازال ما تنجز لنا والو. السكان ديال المحامي الجنوبي كيعانيو، ما غاديش نخليو الوضع كما هو عليه. فكلهم الاخوان الساده والسيدات المستشارات عبروا عن الحرقه ديالهم وعبروا عن الاسف ديالهم على التسويف اللي تعرضت له هذه المنطقه، وعلى المجزره العقاريه اللي تعرضت لهذه المنطقه على اعتبار انها فيها تصميم تهيئه، وتحدث فيها كذلك واحد المجموعه ديال الرخص الاستثنائية اللي جهزت على هذيك المرافق. واليوم تلقاو واحد الكتل الإسمنتية تماك، والسكان ما لقاوش ولا مرفق واحد فين يمشي وليه. فاحنا كمجلس رحنا خدامين على هذا الموضوع، ودرنا فيه ملتمس السيدة العمدة، وكنتمناو أنه نحققوا به المبتغى ديالنا. وشكرا لكم كوسائل الإعلام اللي بقيتوا في هذا اليوم الرمضاني الطويل اللي هو يوم 27 رمضان، اللي كان البارح 27 وكانت التزامات دينية وروحية. فشكرا لكم، شكرا بزاف على الحضور ديالكم.